تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. يعني تلك براهين الله الساطعة نقصها عليك، عليك يمين على النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق واليقين. وما الله يريد ظلما للعالمين، لأن الله هو العدل سبحانه وتعالى، لا يظلم مثقال ذرة. فمن اعتقد غير ذلك يعني والعياذ بالله لا يكون مسلما. إن الله لا يظلم الناس شيئا، وما الله يريد ظلما للعالمين، لأنه الحكم العدل الذي لا يجور سبحانه وتعالى.